عندنا هدية سيكات جاء يعني مولاها بشيشتي القطعة هذه اللي هي يركبوا فيها الفيزيبلوات وتمشي السويلاس والضوء كله. يا أخي جاءوا يعني بشي يفكوا القطعة هذه ويحطوا له قطعة أخرى باش يجربوا بها على الموديل اللي عنده. طبعا العملية هذه عملوها من غير ما يفكوا كوس بطري، من غير ما نحوا خيط البطري، وهذه أخطر حاجة أن الواحد يخدم حالات إلكترونيك وما ينحيش المفتاح وما ينحيش كوس بطري. طبعا وقت اللي نحوا الخيط هذا هذا فيه خيط كهرباء وجاي يمس فيه هنا، وقت اللي جبده من هنا مس في كارطة من هنا، مس في كارطة هنا. ها نشوف هنا عمل كي جرح هنا. بعدها هي السيارة ما عادش حابة تخدم، بعد هي السيارة ما عادش تخدم، ما عادش لا فما دمر ولا تخدم ولا فيها حتى شيء يخدم. دورنا منا شفنا منا ما لقينا حتى بيزيب المحروق، ما لقينا حتى شيء، ما لقينا يعني العملية حرنا ما نكذبوش عليك حرنا. مرة نجربوا بالماس، مرة نجربوا بالكورون. يا أخي كلمنا أهل الاختصاص الله يبارك فيهم ويرحم والديهم، دبروا علينا دبارة، قالوا لنا خذوا خيط ماس ما بين الكارتة هذه اللي هي ما بين الكارتة هذه اللي هي الالمنيوم الحديد، حطوه هنا وحطوه في كوس البطارية نتاع الماس زاد كيف كيف في السالب، يعني خيط يعني في السالب ومش في الموجبة، من الكارتة للسالب الخيط البطارية حطوه ديريكت وجربوا. تو هاو نحطوا ديريكت ونجربوا ان شاء الله العملية تصلح. هاو معكم هيكلتو. ديما انسان كي يخدم حاجه في الكهرباء ديما اول ما ينحي المفتاح، اول ما يفك المفتاح هو خيط البطري، ديما كوس بطري والمفتاح هذوما الاولين ما يخليهمش راكبين ديما، ومن بعد يكمل الباقي. شو عامل لها تو خيط ماس ما بين البطري او ما بين اي كابل ماس جاي من البطري وما بينها هي، ونجربوا حسب ما نصيحة أهل الاختصاص ربي يبارك فيهم إن شاء الله تنجح العملية وتمنع العملية من الكارتة. واحد نجيبوا أي مكان في الكارتة، حط يعني كلها كارتة كلها هي ماس من برا، يكون ماذا بيك ديما تخدم حاجة هيك كما هيك بالكوس بالمفتاح تكون ثابتة باش حتى كي تجرب ما تسببش حرق حاجة أخرى. يعني طبعا انا ما وريتكمش يعني ان هي الكهرباء ما تخدمش بكل، حتى تحط كونتاكت لا تخدم ولا فهم شيء، يعني فما كان كونتاكت وكاو الدور المفتاح ما فهمش ديما، يعني من غير ما نوريكم العمليه لان مفهومه ما فهم شيء لا ديمرار ولا كونتاكت ولا فهم شيء، يعني كل شيء قص بالنسبه للديمرار نتاع الموتور، ثم ضو كونتاكت شويه يشعل وكاو. قالوا نعملوا العمليه هذه، باش نعملوا العمليه هذه ان شاء الله تنجح، ان شاء الله ربي يستر. هذاك خيط الكهرباء اللي كان سبب في المشكل، لان فكوه يفكوا فيه هذه وهو الكوس بطارية راك رجعوه مكانها، وهذه رجعناها مكانها لانها كانت سبب في المشكل. قلنا خلينا نشوفوا المشكل وين، رجعوا فيشات تاع الكارتة كلهم في مكانهم، وديما كوس بطارية والمفتاح منحين مفكوكين من مكانهم. تو باش يكمل يوصل يركب الخيط الماس، اما في مكان فيه خيوط ماس اخرى كما هذاك اللي هو تشوف فيه مع بعضهم خيوط ماس، او يهز طول البطارية باش يجرب بيه ونشوف نجرب. طبعا هنا عندنا مجموعة خيوط
يعني متاع ماس متاع سالب يعني مجموعين مع بعضهم اللي هم تلقاهم احيانا حطوهم مع بعضهم متاع الضوء متاع المحرك متاع كليمازير متاع كروسة كل يعني نحطوهم مع بعضهم مجموعة مش نحاول نحطو فيهم متاعنا اللي احنا مش ركبوه تو تو يعني نشوفوا له مكان في حتى في الكروسة يعني في المكان هذا يعني نربطوه مع خيط اخر جيبوا خيط باهي نعروه ونكبتوه معه جيبوا اي كابل ماس ونحطوه باش نجربوا بيهم يعني نجم نركبوه مع بطارية نجم نركبوه مع كروسة نجم نركبوه مع اي حاجة مش قضية اذا كان باش نجربوا ان شاء الله العملية تنجح ونستنفعوا بها الناس كل قلنا خلينا كوس خلينا كابل ديريكت بنونا من الكارتة الكالكيلاتير من بنونا من الكالكيلاتير وحطيناه في الكروسة تو مع خيوط ماس اخرين نتاع الكروسة مش كروسة وحدها مع خيوط ماس اخرين في الكروسة في فوق الشاسي او في البطارية او في المهم مع خيوط ماس اخرين ونكبسوا عليه ركبنا الخيط جبنا الخيط ركبناه الخيط الاحمر ذاك اللي تشوف فيه ما بين الكالكيلاتير من برا وما بين الماس تو نرجعوا الكوس باترين بتاعنا في مكانه ونخدموا ان شاء الله تجاوبنا العمليه تكون ناجحه هاي ترى خدم يا هاي بسم الله هاي دي مالي اللهم صل على النبي الحمد لله العملية نجحت والفكرة متاع السيد كانت في محلها شنو اللي صار في العملية ما نيش عارف بالضبط ما نجمش نفتي أنا بحاجة ما نفهمهاش إن شاء الله العملية هذه تنفعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.